السلفية هي اتباع منهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هناك من يقول بأنه يستفاد من كتب أهل البدع بحجة أن أبا هريرة رضي الله عنه قد أخذ الحق والعلم من الشيطان. هذا خاص بهذه القصة ولا يعمم. نعم، أنا سلفي على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح.